حال أيضا المحل إلا في حال وحده. من هنا يؤخذ من لفظة العقور، إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام، حتى في المكان، إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي أحسن، كالعدو الصائد تدفعه بالتي أحسن. فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعكم إياه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلازغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهل نملة واحدة؟ وفي رواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أم من الأمم تسبح الله. أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملدوغ منها، أنكر الله عليه، قال له على الأقل نملة واحدة هل لي آذيها، أما كل هالبلد تبع النملة. طبعا كل شيء بيعذبه، فالنمل له قرى، ويحكون عن النمل في بلاد السودان وذيك البلاد حجم كبير جدا وبيوت منظمة أشبه بالنحل. المهم أن الله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وهو في صحيح مسلم أن السبب في عدم جواز قتل النمل هو أنه أمة من الأمم، أمم أمثالكم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحوا لا تفقهون تسبيحهم. إذن ما بيجوز نقتل إلا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نخلص من شره، ما في عنا طريقة نخلص من شر هذا المؤذي، نقتله ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر.